طب انا هرجع هنا للدكتور، يعني قول لي، يعني كتير في العاب كتير يتمنوا يكونوا احسن حاجه في العالم وما بيحققوش، يعني ازاي بتقدروا تجمعوا الشباب وازاي بتقدروا تكملوا والمنافسات دي عشان تحافظوا على التصنيف بتاع مصر دايما؟ الحمد لله رب العالمين، بقالنا 5 سنوات بنعمل منتخب الناشئين والشباب وال 21 سنه والكبار، معسكر دائم طول السنه، رغم ان بطوله العالم للكبار كل سنتين وبطوله العالم للشباب كل سنتين، ولكن احنا بنعمل الفرق كلها معسكرات دائمه والمنتخب شغال لمده سنتين متواصله عشان خاطر نبدا يبقى في كوادر حتى بتطلع من الشباب للكبار، يبقى في استمراريه موجوده. يمكن اللي بهرنا السنه دي ان احنا في بطوله العالم جبنا ميداليتين ذهب، خدنا مركز ترتيب ثاني بالنسبه للاسوياء، والذوي الهمم مركز اول على مستوى العالم بفرق ميدالي عن اليابان. الحمد لله رب العالمين. كان الواحد فخور ان اللي جابوا ميداليات ذهب يبقى من العناصر الجديده كمان، مش الناس الاولمبيه فقط، لعناصر كمان مكمله لها. ده دليل على ان فعلا في تكمله للجهاز وفي عناصر بتورث العناصر، زي ما بيتكلم الكابتن عبد الله ان بيورثوا بعض على اساس خاطر نوصل لدايما نكون سباقين ونكون اوائل العالم. اشتركنا في اجنده الاتحاد الدولي بالنسبه للدوري العالمي للكبار، بخلاف كمان الشباب والناشئين، بيساعد على ان اللاعب المصري اللي عندي يبقى له رانك في الاتحاد الدولي ويبقى على طول شايف البساط الدولي شكله ايه ويقدر يستمر ويقدر يحقق ذاته. يعني النهارده احنا مصنفين في الكبار رقم واحد، وايضا في الشباب والناشئين الرانك بتاع اولادي كلهم في الشباب والناشئين رقم واحد، لان كلهم بيشتركوا، بنشترك باكبر بعثه رياضيه على مستوى العالم. كاراتيه لكل دول العالم، مصر اكبر فريق بيشترك في كل البطولات الدوليه، محدش بيعرف يقرب خالص. وده بهر العالم كله، بهر رئيس الاتحاد الدولي، الناس كلها فخوره بمصر فعلا، كل الدول بلا استثناء. فبيعملوا حساب الف حساب لمصر، وبعدين اللاعب بتاعنا بيبقى نازل فعلا عارف ان اللاعب اللي قدامه يعني عايز يصطاده باي طريقه، على اساس ان بقول انا غلبت مصر. ولكن في البدايه والنهايه المحصله كلها لا، مصر الاول بلا جديد.